عايزين نسمع تحية كبيرة قوي قوي لمحمود ششتاوي. مرسي مرسي. آه يا مصر خليك انت هنا. عاملين ايه؟ تصحيح خفيف لزياد محمود الششتاوي من جمهورية اسكندرية. جمهورية اسكندرية الغير شقيقة للفلاحين. دلوقتي هتسألونا ليه هي غير شقيقة للفلاحين. في ظاهرة غريبة جدا بتظهر في اسكندرية كل صيف، ان الناس من كل المحافظات بيزيكلي الفلاحين بيجوا اسكندرية وبيلبسوا الكلوت. اوكي، بيمشي في الشارع بالكلوتات. اللي ما يعرفش الكلوت، عشان ريفرنس، الكلوت ده بيبقى اوف وايت او ناصع البياض. بيبقى اوف وايت او ناصع البياض اندر وير، ساعات بيبقى سبيدو وساعات بيبقى شورت. الفكره ان هم بيبقوا مرتاحين جدا، يعني قشطه ماشي في الشارع بالكلوت، نو تي شيرت. فانا الموضوع زاويني، يعني حتى لما جيت هنا قلت انا لازم اشوف ناس من المحافظات التانية. ابتديت اشوف ناس اقول لهم ايه الكلام، في شاطئ مجاني هنا في لوريا ايه؟ الاقي يقول لي نو 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 نو، انا هنزل سويمينج بول عندي في ريزيدنس. الله، مش ده اللي احنا متعودين عليه. طب تعالى ننزلوا اكسراي نجيبوا بطلونين بعشرين ليره. لا انا لسه جاي من مافي. مافي. اوكي، بس انا مش عارف يعني الصراحه، والموضوع متعلق بشوارع اسكندريه مريحه ان هم يمشوا عريانين ولا ايه بالظبط. بغض النظر، موضوع الستاند اب كوميدي ده ما كانش فكرتي خالص. انا من طبيعتي اصلا متنمر، ان انا اقف. انا دي شغلتي اصلا، ان انا متنمر بنمر الناس. فانا ان انا اطلع المسرح دي اكبر تنمر حصل لي في حياتي. بس دي كانت فكره مصطفى ادريس ديسو. شوت اوت لديسو، ربنا يجازيه بالخير. ديسو كان في الفاينلز وخسر. anyways اديسو قال لي لا انت لازم تعمله وبتاع. فانتوا يا جماعه لو متوقعين مني ان انا هقول لكم ان انا دمي فلبيني، تاسا يمين تاسا شمال، او ان انا اوصل للليفل بتاع الراجل الكويس ده، ان انا ان انا يجي لي تبول لا ارادي على المسرح، مش هيحصل. بس انا في حاجتين مهمين قوي شجعوني جدا ان انا اطلع المسرح. اول شيء كان عندي فضول رهيب اعرف ايه في الاوضه دي، وفي كنبتين عادي جدا، وحتى ازازة المايه دي لسه ما فتحتهاش، بيحاسبونا عليها. تاني حاجه ان انا انستراكتور، يعني انا في حياتي بحب اشرح للناس يعملوا ايه، انت تعمل كده ده احسن لك، ده احسن لك. فلكل الكوميديان احب اقول لكم ان المره الجايه مش لازم تمسك المايك كده وتقعد تدوس عليه. اوكي، انت ممكن تمسكه كده عادي. فانتوا عارفين يا جماعه ديسو رشحني الموضوع ده وقال لي لازم تروح وبتاع، انت هتبقى ممتاز، انت بتضحكنا، انت دمك خفيف، ايه الكلام مش عارف ايه. قلت له ديسو انا قلقان، انا مرعوب، اعمل ايه مش عارف. قال لي بقى 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 انا هديك نصايح. انتوا عارفين ديسو عنده ذاكره السمك. قلت له ماشي يا ديسو، انصحني، قول يا كبير. قال لي بص انت انت اوكي دي سروح شوف لك كلبه. ام ظهر نور ابيض كبير كده ولقى جاي على مين؟ السايكو. السايكو اللي هو فاز المسابقه اللي فاتت يا جماعه، شوت اوت للسايكو. السايكو دخل عليا قال لي ستاند اب كوميدي ده بشكل ما وعلى وبشكل ما. قلت له بقول لك يا سايكو،
روح ابني لك كرم هناك ولا عم اخذ الجمل بتاعه ومشى. بس فانا قررت ان انا اعتمد على نفسي. والصراحه انا عايز اكلمكم عن حاجه اخذت من عمري تقريبا 17 18 سنه, واللي هو التزويغ من المدرسه. اوكي, التزويغ من المدرسه بالنسبه لي كان بارت تايم جوب. انا كنت بزوغ من المدرسه اون ديلي بيسز, وجماعه يو كان نوت ميك ذس شيت اب. اوكي, اول مره زوغت كنت في كي جي 2. عندنا في مستشفى كبيرة كده اسمها شارع المدينة, وأمي كانت بتشتغل فيها, وفي جنبيها جامع كبير لو سمعتوا عن الكنيسة والجامع اللي في وش بعض, وتحت الجامع ده كان فيه الحضانة بتاعتي. اوكي, فماما بتسيبني في الحضانة وتروح الشغل. anyways كان في دايما باب كان نفسي اعرف فيه ايه ورا الباب ده, زي الأوضة دي بالظبط. فالباب ده كان يعني بجد كان شغل لي طول كي جي 1 كي جي 2, انا ما بفكرش غير في الباب ده. فيوم طالعين في البريك ولقيت الباب ده مفتوح, قلت بس هي دي. فلقيت بنت جميله معانا في كي جي 2, شعر اصفر عين زرقاء, قلت لها بقول لك تعالي نطلع فوق. قالت لي هنطلع نعمل ايه؟ قلت لها هنشوف الشروق من فوق. قالت لي ماشي. المهم اطلع اطلع اطلع, هوبا طلعنا في المأذنة فوق. بعد ما طلعنا المأذنة كسلنا ننزل فنمنا. المطاف تيجي, الاسعاف تيجي, امي تصوت, ابني راح خطفوه, كليته راحت. المهم الحمد لله لقونا. وانت عارفين الستات دايما تصرفاتها بتبقى عكس شعورها. يعني انا نازل امي ابني الحورة حبيب قلبي يا ابن الكلب كنت فين؟ وبعد كده قلت انا لازم لا انا مش هزوغ تاني, لا انا هذا شوية لحد ما وصلت رابعة ابتدائي. that's it, انا مش رايح المدرسة تاني, انا مش هقدر, لازم ازوغ, انا مش طايق المدرسة, العيال دي رخمة بشكل رهيب, انا مش هعمل الموضوع ده. المهم ازوغ ازاي, انا في رابعه ابتدائي قلت اروح لاهل الخبره. قمت رحت سته ابتدائي. فسته ابتدائي في عندنا فصول من اولى اول لاولى سادس, فروحت اولى سادس عشان اولى سادس ده اللي هم كل الفاشلين بيلموه في فصل واحد. فالمهم انا داخل قلت لهم يا جدعان انا عايز ازوغ, حد يقول لي ازوغ ازاي؟ فواحد خبط فيا كده قال لي بص انت لو عايز تزوغ بجد, شايف الراجل اللي واقف عند الشباك هناك ده؟ قلت له اه. قال لي ده اسمه خلعي, روح وهو هينصحك. قلت له ماشي. قلت له خلعي استنى انا عايز ازوغ. قال لي ده انت لحقتني, ده انا خمس دقايق كنت طالع. قلت له خلعي بص انا عايز تزوغها كده على كيفك, انت معروف هنا ان انت بتزوغ جامد قوي, انا عايز اخلع بجد. قال لي بص اربع اماكن تفاداهم, الكافيه, السايبر, البلاي ستيشن, وبير مسعود. anyways الخلع ألهمني, واللي ألهمني أكتر كان رايا وسكينة, عشان رايا وسكينة دايما الجرائم بتاعتهم بيعملوها وراء اسم البوليس. فأنا قررت أن أنا أزوغ في مكان محدش يفكر فيه أبدا. ما تهزرش معايا. المهم فإيه المكان ده؟ أعمل إيه؟ قررت أزوغ في بيتنا, مش هتيجي على بال حد خالص. فكنت انزل من البيت الاقيهم كلهم ينزلوا او مطلع تاني. اول يوم دنيا حلوه, سبيس تون مش عارف ايه, تاني يوم شيبسي وكاراتيه, تالت يوم لسه داخل وبقول يا هادي, لقيت اخويا طالع من الحمام, هوب الله قمت نازل تحت الكنبه. المهم المعلم جه, انا جايب كيس الشيبسي حطه تحتي وقعد فوق الكنبه, هو فوق وانا تحت. ماما ياكل كده وانا اكل كده. وخلينا اقول لكم ان ده كان احسن فيلم شفته في حياتي, عشان دي كانت اللحظه اللي انا قدرت اشوف فيها البوسه من غير ما اغمض عيني, واكتشفت ان انا واخويا عندنا نفس الذوق. المهم قلت انا مش هزوغ في البيت تاني, انا لازم الاقي حل تاني, انا هزوغ عند جاري. المهم رحت لجاري, يا حماصه انا عندي بلاي ستيشن, تعال نزوغ في البلاي ستيشن, يلا بينا.
طلعت عنده البيت اول يوم نلعبه بلاي ستيشن، تاني يوم هزار ضحك، تالت يوم امه دخلت انزل تحت السرير هوب الله الله. نزلنا تحت السرير هوب الله الله، طب نعمل ايه نعمل ايه؟ امه 45 دقيقه ماشيه في الاوضه ما بتهمتش، اتهدي يا وليه ما فيش. اعمل معاك ايه اعمل معاك ايه؟ المهم قعدنا نفكر 45 دقيقه تقريبا في التزويغه الجايه، يعني مش هينفع احنا خلاص اتقفشنا. المهم امه دخلت الحمام هوبا جرينا، طلعت من الحمام قمنا استخبينا في اوضه جنب الباب اترقينا. ام بعد كده ها 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 ما بتهمتش ما شاء الله عليها ام حماصه. المهم ام حماصه ايه، حماصه قرر ان هو يضحي وينقذني. قام طالع من الاوضه قال لها ماما انا كنت تعبان قوي النهارده ماما وطلعت مش عارف ايه وانا مش عارف ايه تعالي ومش عارف ايه عشان انا اهرب انا، عشان طبعا مش احنا الاثنين هنتقفش يعني. المهم طالع وكل حريه وقميص المدرسه مفتوح وفتحت الباب وبجري ومبسوط جدا ان انا خلاص محدش قفشني. قمت قابلت امي في وشي. اول مره اشوف ست مشاعرها وافعالها واحده. كميه الخرابيش اللي انا خدتها اليوم ده كانت مؤذيه، وبعد كده قررت ان انا مش هزوغ في العماره دي تاني. قلت انا بس انا هزوغ مع خلع ذات نفسه، هو خلع اللي هينقذني. ايه يا خلع ايه الكلام، احنا عايزين نزوغ النهارده. قال لي بس الاهلي في اليابان. قلت له ايه يعني اعمل ايه؟ قال لي هنقعدوا نتفرجوا على ماتش الاهلي في اليابان عشان كان بيتعمل الصبح بقى في اليابان فرق التوقيت. قلت له ماشي يلا بينا. رحنا على القهوه كوبايه الشاي دنيا جميله يلا بينا، وانا زملكاوي اصلا. ده اقول لهم الزمالك قادم قادم وان شاء الله قادم يعني. اصبر انت اتك على حدود. المهم جالي تليفون غامض من اخويا الصبح. ايه ده؟ قال لي ابوك جاي، ابوك جاي لك المدرسه. يا اما ابويا جالي المدرسه هوب الله الله. قمت جاري على المدرسه، السور عالي جنب الترام مش هعرف انط. قمت قلت اخش الباب من بيته، البيت من بابه. جاي اخش المدرسه قالوا لي لا حبيبي انت جاي متاخر اخلع. فكان في سور تاني كده صغير جنب المدرسه، فقلت خلاص انا هنط. قمت رامي الشنطه، قمت معدي رجل تمام وجاي بعدي الرجل الثانيه، هي مدرسه عسكريه اوكي، بعدي الرجل الثانيه لقيت ابويا واقف تحت. قلت له صعقه صعقه صعقه. وشي ورا من اليوم ده، قال لي انزل يا حبيبي هنخش من الباب. وشي ورا من اليوم ده ما كانش يوم لطيف، بس برضو يعني الضرب ما حلش الازمه، فضلت اغيب 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 واسال عليك. المهم فجالي جواب رفض ان انا هترفض من المدرسه، الموضوع بقى سيريس فشخ دلوقتي. انا دلوقتي خلاص يا جماعه مستقبلي بيضيع. قلت لامي والنبي ماما والنبي ماما عايز شهاده مرضيه الحقيني. قامت جابت لي شهاده مرضيه وبتاع وقالت لي خلاص هتاخد الشهاده المرضيه دي هتديها لهم والدنيا جميله. قلت لها ماشي يا ماما. قمت واخد اخويا الكبير يلا بينا. دخلنا فاحنا ماشيين في الشارع وخلاص داخلين من المدرسه اوكي، فقلت له ما تيجي كده نبص على الشهاده المرضيه دي فيها ايه. لقيت مكتوب فيها ان انا مريض عصبي. قلت له يا محمد اعملها ازاي دي، يعني ايه مريض عصبي؟ قال لي لا لا ما تقلقش انا هكلم لك المدير، بس انت وانت واقف كده اقعد اعمل حاجات عصبيه عشان ايه المدير يعني فاهم الدنيا تمشي. قلت له ماشي. دخلنا المدير، المدير قال لا لا ده تصرف مش محترم، ازاي محمود ده ما يحضرش وبتاع. محمد هقول له لا لا ده بريء جدا، ده كويس جدا، ده احترامه فوق العاده ولا ايه يا محمود ها ولا ايه؟ قلت له والله استاذ انا كان نفسي استاذ والله بس ما قدرتش يا استاذ. وكان معاكم محمود الششتاوي من اسكندريه.